اسمي علي دليل محمد الجيري، عمري 16، كان عمري 7 سنين، يعني في كتير من 2013 عرفته هاك فجأة. صرت نطلع العواري ورحت عملت مخزون وطلع مع السكر. الإبرة كتير صعبة علي، كان إنه ما أبقى لا أطلع برات البيت ولا أبقى أطلع مع رفقاتي ولا هيك بالمرة. ساعتها كان معي مرض نفسي منه للسكر، بعد ما أخذت الإقلام وهيك إنه صرت أطلع، صرت ناخذ الإقلام معي عادي أطلع بلا برات وهيك عادي، يعني صرت حياتي عادي. بتكون إنه بعد الشيء ماني متعود علي، إنه إيه إجباري بدي أفوت الله عادي، منه هو ما مرض ولا شيء، هو بحياته عادي. يعني كل إنسان معه سكري، كل إنسان في بالجسم أنسولين، بينقص معه الأنسولين، والأنسولين إنه عادي، يعني لا الإبرة بتخوف ولا بتوجع ولا شيء بالمرة. Thank you.